السلام عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم وتكونوا بخير وعلى خير. فهنا فيديو عامر بالجديد على العبايه موديلات انيقه ومتميزه لاول مره غادي تشوفوها، عبايات رائعه وانيقه. فإلا كنتي من مهتمي الموضه مع كل تنظم القناه وفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. فنبداو الفيديو ديالنا بصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد صلاه مباركه وسلامه تامه. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد العبايه كيف جات رائعه وانيقه. شوفوا معايا البنات اللبسه ديالها كيف جات، ما شاء الله انيقه. شوفوا معايا كيفاش مخدومه. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، موديل انيق متميز ورائع. شوفوا معايا هنايا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، شوفوا معايا كيفاش جا غزال ما شاء الله. شوفوا معايا طريقه الخدمه ديالو. فالبنات نخليو لا فيديو يوصل لاكبر عدد من اللايكات. شوفوا معايا البنات الخديمه كي جات في اليدين ما شاء الله. شوفوا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا النوع ديال العبايات وهذا النوع ديال اللباس اللي كيجي مريح في اللبسه. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، فهو كيجي مطروز في اليدين في الكمام. شوفوا معي البنات هنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهذا الموديل، رائعه البنات، رائعه رائعه جدا وانيقه. كملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على الجديد اللي كاين بالنسبه للعبايات بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا النوع ديال اللباس المريح. فكنتمنى يعجبكم لا فيديو، فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب.